رئيس حتى الإدارة يسمع صوتك عالي يعني جدا ولا أخفي. طيب على العموم إن شاء الله هذه كلها راح تنظر فيها الطلبات هذه، والشباب اللي خصمنا عليهم الأولين اللي تأخروا شيلوا من الخصم يا شباب. يلا وش عندك؟ أهلا وسهلا. أول مرة أتكلم. تفضل. وطلبة بما أن جيتك جيت خير، تخصم الخصم اللي قد جاء أثره النفسي جاء على سعد وريان وتأدبوا، شل من الخمس خمس ولا عليك أمر.